الهواء مباشرة من باريس. محمود مساء الخير. كابتن سيف مساء الخير، اهلا بيك وبكل مشاهدي اون تايم سبورتس، ومبروك علينا كلنا صراحة التغطية النهاردة. ببارك لك على التغطية واداء رائع جدا الحقيقة، وتغطية اكثر من رائعة، وامبارح كان ليا معاك حديث وكان ليك توقعات، صدقت توقعاتك ولا كان هناك مفاجآت؟ لا مش توقعات طبعا، لانه احنا مش بنقول راينا في الموضوع، هو بيكون المعلومات المتوفره يعني. وطبعا زي كل مره في بالون دور لازم بتتسرب بعض المعلومات الخاطئه. امبارح كله كان خاص ببنزيما، النهارده الصبح بدا اسم ليفاندوفسكي يظهر، لكن مع بدايه الحفله او قبل الحفله يعني بساعتين خلاص كان بدا ميسي يستحوذ على اهتمام الجميع. كمان دخول ليفاندوفسكي ودخول لابورتا وكلامهم معانا الحقيقه كان خلاص بدا يدي مؤشر انه الموضوع اقترب من ميسي. لابورتا كان بيقول انه الجوائز بتاعتنا السنه دي لبرشلونه، واعتبر انه ميسي كان لاعب لبرشلونه على مدار الموسم اللي فات، وبالتالي الجائزه ممكن تتحسب للنادي. كمان ليفاندوفسكي في حديثه مع التلفزيون البولندي كان بيقول يعني، وكان باين من رياكشناته، انه كان عارف انه ميسي هو اللي هياخد الجائزه لكنه فضل انه يكون موجود. ودي بقى كابتن سيف ارجوك هي لقطه الحفله، واهم لقطه كانت موجوده في الحفله النهارده، لانه بعد نهايه الحفله اتكلمنا مع ليفاندوفسكي وسالناه بخصوص حضوره، وانه المنظمين للحفله يعني كانوا مشتاقين شويه ان بعض النجوم الكبار ما حضروش الحفله. هو رد كان واضح جدا بانه بيجي الحفله علشان يتبسط، علشان يقعد مع صحابه، علشان يقضي وقت كويس، وليفاندوفسكي مش اول مره يعمل ده. مش عايز اتكلم عن صلاح كحاله خاصه، لكن هتكلم على مجموعه النجوم اللي ما حضروش الحفله، واللي شويه كانوا المنظمين متضايقين من القصه دي، لان كل واحد له شعبيه وشعبيه خاصه جدا، سواء صلاح سواء كريستيانو رونالدو وغيرهم وغيرهم من اللعيبه. فدي نقطه وضحها ليفاندوفسكي واصر عليها بعد نهايه الحفله وتنصيب ميسي بالفوز بالجائزه. محمودي عايز اسالك من وجهه نظرك برضو، الناس بتتساءل طبيعي ان صلاح يجي في المركز السابع؟ لا مش طبيعي انه يجي في المركز السابع، ويعني دي اول مره اقول اعتقادي الشخصي بعيدا عن المعلومات، يعني احساسي انه المساله هنا كان ليها علاقه بعدم حضور صلاح لبالون دور في 2019، عدم حضوره في المناسبه دي. بنعيد مرارا وتكرارا بانه الانديه الانجليزيه على لسان رئيس تحرير فرانس فوتبول انها غير مهتمه بالبالون دور، اللعيبه انفسهم ما بيفضلوش الحضور الا لو كانوا هيبقوا كسبانين او هيبقوا في الصوره. وصلاح شويه خد اللاين بتاع كريستيانو رونالدو في القصه دي. لو حضرتك تفتكر في 2019 كريستيانو ما حضرش بالون دور، مش بس ما حضرش، ده في نفس اليوم وفي نفس الساعة كان موجود في إيطاليا علشان يتكرم بلقب أفضل لاعب في الدوري الإيطالي، وكأنه أنه اليوم ده ما ينفعش يعدي من غير اسم كريستيانو رونالدو. زي ما ميسي خد الجايزة أنا كمان هاخد جايزة وهكون موجود في 2019 وأنا أحسن لعيب في إيطاليا. اعتقادي أنه المسألة دي بتأثر مع المنظمين، بالذات أنه قناة زي قناة أون تايم سبورتس هي مهتمة بالحدث جدا، مهتمة برصد التفاصيل، نقلت كل الحدث بأعلى مستوى ممكن، لكن جزء كبير من اهتمامنا هو لوجود محمد صلاح. لو محمد صلاح ما يحضرش الحفلة ده بالنسبة للمنظمين ضربة موجعة بعض الشيء يعني. علشان كده أتمنى أنه مجموعة اللعيبة، مش بس صلاح عشان ما يكونش الكلام موجه يعني، أنه اللعيبة المدعوة زي صلاح زي كريستيانو زي جورجينيو زي عدة أسماء كان المفروض أنها تيجي وما جاتش، القصة دي بتفرق كتير جدا جدا في النواحي التنظيمية، في النواحي التسويقية، وفي الرانكينج بعد كده في الترتيب، ربما يكون هو ده الموضوع. بس عايز أقول لك يا محمود أن أحياناً الخطوات دي بتجعل بعد كده المنظمين يبقى عايز يغير ويبقى عايز يديك، لان في بعض الاوقات لو المنظم اعتمد ان انت بتيجي على طول او ان انت بتوافق تيجي ايفنتات وانت ما بتكسبش، اعتقد الامور هنا بتكون مختلفه، فممكن الناس دي يكون عندها رؤيه، لان الناس دي معاها برضو وكلاء لاعبين ومعاها مديرين اعمال يعني ضالعين شويه في الحته دي. انا عارف ان ده عالم بعيد عننا شويه. همم
طبعا كل لعيب له حسبته الشخصيه واللي بالنسبه لي واكيد انها ناجحه، احنا مش بنشكك في ده، احنا بس بنوضح الصوره الكامله لكل مشاهدينا. انا حابب اضرب المثل بليفاندوفسكي يا كابتن سيف لسبب تاني. الجائزه اللي خدها ليفاندوفسكي النهارده انه افضل مهاجم على مستوى العالم، الجائزه دي تعتبر جائزه مستحدثه بعض الشيء، يعني وكانها كانت متليقه على ليفاندوفسكي علشان حضوره النهارده يتوج بجائزه، يطلع يتكلم مع الصحفيين ومع الاعلاميين وكل الناس كانت مبسوطه ان هم بيتكلموا مع ليفا اللي خد لقطه حتى لو ما خدش جائزه افضل لاعب في العالم. هي دي النقطه بس اللي عايز اركز عليها، انه فكره الحضور هنا كان له قبول عند المنظمين حتى لو انت ما خدتش الجائزه المره الجايه واللي بعدها، حتى لو ما خدتهاش بيبقى الرانكينج بتاعك في اول اثنين في اول ثلاثه في اول خمسه وهكذا وهكذا. اسمح لي بس لانه انا اللي بطلع قدام الكاميرا، لكن الحقيقه انه زي ما حضرتك شكرت الناس اللي كانت موجوده في الاستوديو وزي ما شكرتني لازم اشكر اثنين من الناس اللي كان ليهم دور مهم جدا جدا معانا النهارده. رقم واحد هو كريم البرت، الراجل اللي كان شغال معانا من بدايه التغطيه لحد اللحظه اللي بنتكلم فيها، بوجه له كل التحيه لانه ساعد في كل حاجه تقريبا، في النقل في الفيد في المساعده علشان نوقف الناس وهكذا وهكذا وهكذا، فعمل مجهود غير طبيعي فيستاهل كريم البرت كل التحيه. كمان زميلنا اسلام حسن اللي كان موجود معانا النهارده من بدايه التغطيه، لازم احييهم واشكرهم جدا. عايز اقول لحضرتك بدون اي مبالغات، قسما بالله بدون اي مبالغات، الواحد النهاردة في وقوفه بجانب أربع قنوات فقط على مستوى العالم بالكامل، هم اللي كانوا موجودين داخل الريد كاربت، هم اللي كانوا موجودين بعد نهاية الحدث، إن تكون أون تايم سبورتس واحدة من أربع قنوات على مستوى العالم في الحدث ده، لعيبة العالم كلهم يقفوا قدامنا ويتكلموا معانا بكل الحب، يعرفوا إن إحنا من مصر وإنهم بيتكلموا على صلاح بمنتهى الحب. أنا أعتقد إنه اللي حصل ده هو سبق وحاجة جديدة لازم نشكر كل المسؤولين عليها، لأن الواحد كان فخور النهاردة وهو موجود وسط القنوات دي وهو بيشاهد الحفل من أوله لنهايته. مبروك ميسي، ده آخر حاجة ممكن نتكلم فيها، لكن فعلا كنا على قدر الحدث ويا رب دايما. لسه إن شاء الله بإذن الله كمان يا محمود اللي جاي مختلف، مصر أم الدنيا، وإن شاء الله بإذن الله أون تايم سبورتس لسه عندها الجديد والجديد ولسه حاجات كتيرة جدا قادمة إن شاء الله بإذن الله. وفي التغطيات دايما بنسبة إن إحنا ما نختلفش عن أي حد، بل بالعكس ساعات الحقيقة بيبقى لينا الأفضلية لو سمح لينا إن إحنا ناخد الرايتس، وده اللي إحنا بنثبته كل يوم. صحيح. عايز أقول لحضرتك إن إخوان لابورتا وهو داخل رئيس نادي برشلونة ما تكلمش مع الثلاث قنوات التانيين، جه اتكلم معانا فقط لغير، والناس كانت مستغربه يعني، وهو كان معدي لما يعني عدى من قدامي، فقلت له احنا قناه مصريه وعايزين نتكلم معاك لانه برشلونه له جمهور كبير في مصر يعني، فوقف الدقيقتين ثلاثه اللي وقف فيهم وبعد كده عدى، فالناس يعني بصت يعني اشمعنى لابورتا واقف معاكم وما وقفش مع القنوات الثانيه، فكانت لقطه طريفه ساعه الدخول. حد من القنوات دي كان لابس توكسيدو ولا انت لوحدك؟ لا 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 مفيش مفيش سيطرينا يا كابتن. ايوه ما يبقى درجة الحرارة النهارده يبقى السر في البدلة يعني. السر في البدلة محمودي. يا كابتن بعض ما عندكم نتكلم في ايه بس. بشكرك يا محمودي. لا النهارده صراحة حتى لو خدت بالك انه ميسي واحدة من المرات النادرة اللي لابس فيها بدله حلوه يعني، الراجل حالق. وبالمناسبه قبل الحفله الناس كانت بتقول كده يعني، الصحفيين اللي كانوا واقفين قالوا خلاص ميسي حلق، نزل الستوري على الانستجرام البدله بتنور وبتلمع وبتاع، خلاص الموضوع انتهى. ده قبل اي معلومات ولا قبل اي حاجه. اربع بدل يعني. مش بدله واحده محمودي. هو والولاد العيله كلها. الراجل مأجر بيت ب 20,000 يورو. انت عارف انه هنا مأجر بيت ب 20,000 يورو شهريا، بيته هنا اللي مأجره. يعني بالنسبه لميسي رقم عادي يا محمودي. بالظبط كده بالظبط كده. بشكرك يا محمودي واتمنى لك كل التوفيق، وببارك لك تغطيه رائعه جدا جدا، وببارك لنفسنا الحقيقه على التغطيه دي، وان شاء الله باذن الله اشوفك على خير وترجع بالسلامه. شكرك يا كابتن، شكرا جزيلا ليك، وكل الشكر لكل الناس اللي كانت شغاله من الكنترول وكل الناس اللي ساعدتنا، مستر البرت شفيق، استاذ ايمن سالم، استاذ عمرو مخلوف، كل المسؤولين على القناه بشكل عام اشكرهم شكرا جزيلا، ويا رب يكونوا وفقنا ونكون على قدر الحدث. بشكرك شكرا جزيلا زميلنا محمد المحمودي، وبضم صوتي لصوت المحمودي فشكر كل الناس الحقيقه، البرت شفيق، ايمن سالم، عمرو مخلوف، كل الناس، الاستاذ حسام صالح، كل المجموعه اللي موجوده، مجهود كبير جدا 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 وخارق ل اون تايم سبورتس والشركه المتحده للخدمات الاعلانيه
كل الناس اللي موجودة. انت النهاردة عشان تشوف الحاجات دي على الشاشة ده بيبقى مجهود كبير جدا 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 جدا، بنقعد سنين نتحرك عليه، وحاجات الحياة بتقعد فترات كبيرة جدا عشان تقدر تحصل على هذه الرايتس. الحياة بنتشرف النهاردة بهذا الحدث، واعتقد ان كده انتهى، وننتظر ان شاء الله بإذن الله السنة القادمة.